عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وعلى خير وبخير. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم وصفة ديال الكريب بدون حليب، ممكن نحضروه غير بالماء، كيخرج كمية معقولة بحشوتين، حشوة مالحة وحشوة حلوة. نتمنى إن شاء الله تعجبكم الوصفة، بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. لتحضير هذا الكريب بدون حليب كنحتاج هنا عندي 4 البيضات بحرارة المطبخ، 2 معالق ديال سكر سنيدة أو سكر حبيبات، الملح حسب الذوق، 1 لتر ديال الماء، كاس ديال زيت المائدة عبارة بكاس العنبة، 500 غرام ديال الدقيق. غنبدأ بسم الله، غنضيف مكونات البيض السنيدة والملح زيت المائدة. هنا عندي هاد القرعة كتهز لينا 1 لتر ديال الماء. وكنضيف الطحين، هاد المقادير ديال الكريب ما درتش فيهم السكر بزاف حيت كنستعملوهم، ما كترش السكر حيت كنستعملوهم بالنسبه للعماره مالحه وعماره حلوه. ونبداو التطريب بسم الله. اللي ما عندوش ميكسور بلونجور ممكن يستعمل الخلاط الكهربائي، واللي ما عندوش ممكن يستعمل الضراب اليدوي فاش يسالي التخلاط يصفيه باش ما يبقاوش عنده الحبيبات، باش يزول منه الحبيبات. دابا هذا الخليط نقسمه على 2، ما استعملتش الماء كامل، اترو ديال الماء ناقص كأس 1. نقسم الخليط على 2، كي قلت لكم بغيت شفتوا القوام ديالها كي داير ديال هذا الخليط ديال الكريب، نقسمو على 2. واحد الخليط غيكون حلو، واحد الخليط غيكون مالح. الخليط الحلو غنضيف ليه قشور البرتقال، قشور البرتقال وساشي ديال الفاني او ساشي، انا غنستعمل ساشي سكر بنكهة زهر البرتقال. ونحركهم، هذا بالنسبة للخليط ديال الكريب الحلو. أما بالنسبة للخليط ديال الكريب المالح غنستعمل هنا عندي الزعتر مجفف وملعقة ديال الهريسة، ملعقة صغيرة ديال هريسة معجونة. وغنخلي هذا الخليط يرتاح، غنغطيه ونخليه يرتاح 4 ساعة تقريبا عاد نطيبه. عملت مقلة فوق النار، درت فيها 2 فصوص ديال الثوم محفوفين وزيت البلدية، غنشحر الثومة شوية. هذه العمارة ديال الكريب المالحين بدنا ساحت العجينة ديال الكريب،
غنحضر العماره المالحه، عملت بصل مشوده ونسحرها. بعد ما تشحرت البصله شويه غنضيف الخرجات اللي عندي نقيه مغسوله، غنضيف ليا وقت سيدنا موسى، غنضيف ليها واحد حبة جزر وقرعة مكرونين رقاقين، شامبينيون علبة ديال شامبينيون معلب، وغنبدا نضيف التوابل، غنضيف سنجبير، كريب كامون، نص معلقة تقريبا صغيرة، ملح حسب الذوق، نص معلقة الكركم، نص معلقة ديال الإبزار، زعتر يابس، معلقة دبوسة صغيرة، ونخلطو المكونات. ممكن تضيفو صلصة الشوزة كتواسي مع المذاق ديال الخبز، بعد ما جهات المكونات غنطفي عليها نخليها تبرد ونمشي نطيب لي كريب ديالنا على بيد ما بردات. غنبدا نطيب لي كريب المالحين، كنطيبهم انا في المقله الوجديه ديال اللي كنطيبو فيها الملاوي، غندهنها شويه بالزيت ونعمل فيها مقدار من خليط ديال الكريب على هذا الشكل، مقدار غلطه وكنسرقها. من بعد ما كينشفوا الجوانب ديالها نحاول نقلبها، شتو كتقلب بسهوله ماشي غير لما كانت المقله صغيره لاصقه. بعد ما كنحس بها طابت من الوجه الاخر نقلبها، تزيد تحمر شويه من الوجه الاول، شفتوا الطياب ديالها كيجي مقاد ما كتلصق ما والو. انا عندي هذه هي الطريقه المعتمده في طياب لي كريب، كنطيبهم في المقله الوجديه كتجيني احسن من هذيك المقلات اللاصقه اللي
غير صحية. وغنستمر بحال هكا حتى نسالي الكمية اللي عندي كاملة. غنبدا دابا ان شاء الله وغنعمر لي كريب الحلوين. غتسجليهم عندي هنا اللوز والقرقاع مقرملين محمرهم في الفران. غنزيد عليهم نصف كاس تقريبا ديال الزبيب اللي مرطباه ومغسول. غنطحنهم طحن تيوليو مهرمشين على هذا الشكل. وغنبدا بسم الله نعمر الكريب ديالي. فاش كنت كنطيبهم خاصنا نديروهم في منديل، نديروهم وحده على وحده باش يبقاو لينا رطبين. وغنبدا بسم الله نعمر. شفتوا كيفاش كيجيو؟ ما كيتهرسو ما والو. شفتوا وكنبداو غنبدا نعمرهم. عندي هنايا شوكولاته الدهن، غندير مقدار منها ومقدار من هاد الفواكه الجافة ملعقة تقريبا، ونلفها بحال كي كنلفو السيجار. على هاد الشكل ودابا غندوز لتحضير الكريب المالح.
هنا عندي العمارة من بعد ما بردات ضفت عليها الربيع والفروماج محكوك. اي نوع ديال الفروماج ممكن ديرو، فروماج موزاريلا او جبن احمر. ربيع مقطع وجوج معالق ديال عصير الحامض. ممكن ايضا تضيفو كورنيشو او شعرية صينية الا بغيتو تزيد تعطي تخرج لكم اكثر. انا كسافيت بخوفيت وخضر باش يجيو خفافين. ونبداو بسم الله بالتعمار. شفتوا الكريب كيف كتجي؟ كيف ديجا وريتكم بحال الحلوين بحال المالحين، ما كيتقطعوا شفتوا، ما كيوقع عليهم والو، واخا ما فيهمش الحليب. طيبيني في المقلة ديال السر ديالهم، طيبين في المقلة ديال الملوي، المقلة الوجدية، ما كيوقع عليهم حتى شي حاجة، ما كيتقطعوش. نبداو بسم الله في التعمار. نوضع كمية من العمارة في الوسط. ونلويها على شكل ظرف، على شكل مستطيل. على هذا الشكل وزعت الخليط اللي بقى ليا على قد على عدد الوحدات ديال الكريب اللي باقي عندي 7. ممكن قبل ما تحطوا العماره ديروا شويه الفرماج. انا كسافيت بالفرماج اللي خلطت مع العماره وغادي نزين به عاود من الفوق. وممكن عاود ما ديروا العماره ديال ديروا كروفيت في العماره تعوضوها بالطون او بالدجاج او بالكفتة، او ممكن نكتفي غير العمارة الخضر، فهي كتجي لذيذة. وهادو هما الكريب ديالين بعد ما ساليتهم زينتهم كيف ما كتشوفوا، هادو اللي روليتهم على شكل سيجار بسيجار ديال الشوكولات واللوز افيلي وخطوط ديال صلصة الشوكولاتة. وهادو اللي درتهم على شكل مثلث زينتهم بصلصة الشوكولاتة واللوز افيلي. هاد لي كريب المالحين من بعد ما دخلتهم الفرن تحمروا شوية، رشيت عليهم الفروماج وشوية الربيع وزينتهم بكروفيت وحبات ديال الزيتون كغابيل ان العمارة اللي فيهم ديال الكروفيت. نتمنى تجربوا هاد الكريب بهاد الطريقة، كريب بلا ما نحتاجوا الحليب، كريب بالماء كي شفتو معايا ما كتقطع ما والو، كتخرج تبارك الله كميه وفيره. عطاتني 20 وحده ديال الكريب كبيره. نتمنى تجربوها بهاد العماره بنفس بالعجينه ديال الكريب اللي درت وبالعماره، حتى هي كتجي لذيذه وصحيه، فيها الفواكه الجافه صحيه وتا بالنسبه للعماره المالحه. ونتمنى الى عجبتكم الوصفه تبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء، وما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم اللي كيشجعوني. والى فيديو مقبل ان شاء الله.